تتواصل في لبنان الاتصالات لاختيار من سيقود الحكومة الجديدة، حكومة يريد رئيس البرلمان نبيه بري أن يكون رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري رئيسا لها. البعض يطالب بأن تكون حكومة تكنوقراط، والبعض الآخر يقول بأنه من الأجدر أن تكون حكومة تكنو سياسية. ما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وما هي العراقيل أيضا التي تواجهها؟ نتابع كل هذا في برنامج للخبر بقية مع ضيوفنا بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا بكم. بينما يواصل الشارع في لبنان اعتصاماته واحتجاجاته التي دخلت أسبوعها الرابع، بدأت الأحزاب والقيادات السياسية مشاوراتها لتشكيل حكومة مطالبة بالاستجابة لتطلعات الشارع الغاضب. ويبدو رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الشخصية السياسية المتوافق عليها حتى اللحظة للاضطلاع بهذه المهمة، لكن تفاصيل كثيرة بشأن طبيعة الحكومة المنتظرة وحسابات تأليفها وتوافق القوى السياسية عليها يخشى كثيرون أن تعقد ولادتها. وهنا نتساءل، هل سيسهل على الفرقاء في لبنان إيجاد صيغة لحكومة ترضي الأحزاب والشارع معا، وما التحديات المنتظرة أمام تأليفها؟ أشرعت أبواب القصر الرئاسي من جديد أمام رئيس الحكومة المستقيل ليستأنف لبنان مرة أخرى سجال التسويات وأحاديث التفاهمات. تبدو الصورة وكأنها مجتزأة من مشاورات تأليف الحكومات عسيرة الولادة في هذا البلد، وكأن لا شيء تغير. جيت أحكي مع فخامة الرئيس ونتشاور، لكن الساسة مدركون أنه قد طرأ الكثير. هم الآن بخلاف ما اعتادوا، مدفوعون من شارع غاضب لتشكيل حكومة لا تصرف شؤونه فحسب، بل تجد للبلاد مخارج من أزمتها. ظهر الحريري في الصورة مرة أخرى، هو الاسم الأمثل والأنفع لمصلحة لبنان، يقول نبيه بري زعيم حركة أمل. ورغم كثير من العتب، يقال أيضا إن حزب الله والتيار الوطني الحر يريانه الأجدى لتشكيل الحكومة. هذه بلاد إذن تنتظر ما سيصنع بها ساسة لا يخرجون عن السائد، وما ستؤول إليها السياسة ذات الحسابات المعقدة. لأجل ذلك يقول الرئيس اللبناني إنه تأخر في إطلاق الاستشارات النيابية. هناك مسالك أخرى ولقاءات ظل لا بد أن تتم، فشكل الحكومة المرتجات ما زالت مثار خلاف وجدل. وأنا شخصيا يطلبها الحريري حكومة كفاءات متخففة من وجوه الساسة حتى تلقى قبول الناس، ويراها زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل حكومة لابد لكفاءاتها تلك أن تمثل الأحزاب المغيبة قصرا، يضاف إليها بعض من الحزبيين ما دام رئيس الحكومة نفسه ممثلا عن تياره المستقبل. أما حزب الله المصر أن الحكومة في لبنان يصعب أن تتخفف من ثقل الحزبي السياسي، فيحذر تشكيل ما يقول إنها حكومة قد تنقلب على نتائج انتخابات كانت له فيها الغلبة. فيما صوب زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التهم لساسة قال إنهم مفارقون لواقع الشارع، وإن ما يجري ليس إلا تعديلا على تسويات سابقة. لكن هؤلاء يدركون أن الغاضبين ما عادوا يثقون، ويعلمون أيضا أنهم هذه المرة يجب أن ينضبطوا لتطلعات من يقيم في الساحات ولا يغادرها. وعلى المزيد ينضم إلينا من بيروت محمد خواجة نائب عن كتلة التنمية والتحرير، كما ينضم إلينا من بيروت أيضا محمد القباني النائب السابق في البرلمان، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الدكتور ميشيل دوهي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك الأستاذ محمد خواجة، لماذا يصر الثنائي الشيعي على تسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا جديدا لهذه الحكومة؟ ماذا وراء الإصرار أو هذا الإصرار على الحريري تحديدا؟ يعني نحن اليوم نعيش أوضاع صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي، ولسنا بحاجة إلى مزيد من التعقيدات، فما يوجد منها هو كافي ويزيد. إصرار على الرئيس الحريري في هذه المرحلة هي لكي لا يحدث انقسام داخل الشارع،
وقد ظهرت إرهاصات هذا الانقسام مع تقديم استقالته. ولكن هذا الشارع أستاذ محمد خواجة، هذا الشارع يقول كلن يعني كلن، والحريري هو واحد من هؤلاء، هذا ما يطالب به الشارع. خليك معي، أنا لا أقصد الشارع حيث الشباب الحراك، أنا أقصد شوارع أخرى. لنكن صادقين، بعد استقالة الرئيس الحريري حدثت عدة تظاهرات وحدثت أعمال أكثر من ذلك بقطع طرقات وغيرها، وكان بعض المؤيدين للأحزاب الموجودة في السلطة. نحن لا نبحث عن المزيد من المشاكل، بمعزل إذا كان الرئيس الحريري أم غير الرئيس الحريري، وإن كنا نحن سوف نسمي الرئيس الحريري حتى الآن كما قال الرئيس نبيه بري. نحن يجب أن نشكل الحكومة فورا من باب التسهيل وكي لا يكون هناك تعقيدات. نطالب يعني نعطي صوتنا بالاستشارات المقبلة للرئيس الحريري، لأن هناك جملة عوامل داخلية وخارجية. نعم. الرئيس الحريري هو جزء من التركيبة، وهو من قدم باسم حكومته ما يسمي بالورقة الاقتصادية، وهو يعرف المشاكل، وهناك العديد من البرامج الخارجية. تتحدث عن التركيبة أستاذ محمد خواجة؟ نعم، تتحدث عن التركيبة. هذه التركيبة ربما تقصد التركيبة الطائفية التي تقوم عليها المحاصصة السياسية والحزبية اليوم، وهي التي يطالب الشارع اللبناني اليوم بإسقاطها. أذهب إلى الأستاذ محمد قباني، لا أعلم إن كان يسمعني الآن. هل الحريري يقبل بفكرة إعادة تشكيل هذه الحكومة، وبأي شروط أيضا يقبل بتشكيلها؟ يعني باعتقادي، أولا أن لا أحد يعترض في الشارع على أن يتولى الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. هل يقبل الرئيس الحريري؟ يقبل، شرط أن لا تكون هناك شروط تعجيزية أو شبه تعجيزية، يعني أن تطلق يده في اختيار أعضاء الحكومة، الوزراء الذين يجب أن يكونوا أصحاب كفاءة وسجلات نظيفة من الناحية الأخلاقية، ولا مانع أن يكونوا من التكنوقراط، لأن التكنوقراط يستطيعون أن يقومون بأعمال وزاراتهم بشكل ناجح. فالرئيس الحريري باعتقادي لن يتأخر، شرط أن لا يتأخروا عليه، وأن لا يصعبوا يعني الشروط وسوى ذلك. أعود إلى الدكتور ميشيل دوهي، كيف تتابع مشاورات أو هذه الاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة برأيك؟ هل ما يتوفر الآن من توافقات ظاهرية أو يعني غير ظاهرية ربما أيضا بين الفرقاء السياسيين يمكن أن يدفع نحو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن؟ أول شيء مساء الخير. ثاني شيء يعني بدي أقوله أنه واضح أنه هذه السلطة السياسية كأنها يعني غايبة تماما عن المشهد اللي عم يصير بالشارع، يعني عم تتعاطى بخفة كتير عن موضوع اللي عم يصار آخر 3 أسابيع بلبنان، وسلوكيات اللي كانت تتشكل على أساس السياسي، يعني بينطبق الأشياء خارج الدستور وبترجع بتتسقط الطبخة السياسية مثل ما بيقولوا عنا في لبنان على الناس وعلى السياسي. أنا بدي أقوله أنه هذه السلطة عم تتعاطى بكتير بقلة مسؤولية. أول شيء هذه السلطة السياسية مسؤولة عن الأزمة الكبيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يلي وصل للبلد، فبتتحمل كلها مع بعضها بكل أحزابها هذه المسؤولية الكبيرة. الشعب اللبناني لما انتفض من 3 أسابيع انتفض لأنه بطل فيه، يعني بطل بيقدر يحمل هذا الضغط. المفارقة بهذه الانتفاضة، وهون إرباك السلطة بهذا المعنى، أنه أول شيء في شارع لبناني واحد، والأحزاب السياسية في هذا البلد ترتاح تتعاطى مع شوارع، فبالتالي هذا الشيء أرباك أنه شارع لبناني، المواطنين اللبنانيين خرجوا من انتماءاتهم الأولية الطائفية المذهبية والمناطقية وذهبوا بقوة نحو المواطنة، فبالتالي هذا مؤشر كان أرباك السلطة. المؤشر الثاني اللي أرباك السلطة هو موضوع أنه يعني لا مركزية الاعتصامات والانتفاضة من طرابلس للسور مرورا بالعاصمة والبقاع. أمام هذا المشهد وأمام قوة وشجاعة اللبنانيين الذين حكوا بكتير إشياء بالشارع ولكن انطفقوا على النقطتين، أول نقطة هي استقالة الحكومة وحصلوا على هالشي، وتاني شيء هي تشكيل حكومة انتقالية
مستقلة لإدارة الأزمة. نحن في لبنان بحاجة لحكومة مستقلة من ناس نظيفي الكف لإدارة الأزمة. نحن في أزمة جدا كبيرة، فبالتالي ولا ثقة ولا بشكل من الأشكال من هذه الطبقة السياسية. فبالتالي كل هذا الشيء اللي عم يصير حكي جانبي بالسلطة السياسية عودتنا عليه بلبنان مرفوض. أي حكومة تكنو سياسية أو تكنوكرات محسوبين على الطبقة السياسية، مصيرها هو الإسقاط بالشارع. لن تقل على الطبقة السياسية أن تعي أن أمامها مسؤولية كبيرة جدا. أولا احترام الدستور، المادة 53 من الدستور تقول أن على رئيس الجمهورية الدعوة مباشرة لاستشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس حكومة. ما صار هالشي. بعد السلطة السياسية في هذا البلد عم تشتغل بأدوات ما قبل 17-20. هذا الشيء لن يمر في الشارع. تغيرت أشياء كثيرة منذ بداية الحراك. أعود للأستاذ محمد خواجة. الصورة لم تتضح بعد إن كانت ستكون حكومة تكنوقراط أم لا، ولكن في كل الحالات برأيك هذه الحكومة، هناك مطالب كثيرة بأن لا تكون الأحزاب ممثلة فيها بشكل أو بآخر، هل ستكون حكومة بدون حزب الله برأيك؟ هل سيقبل حزب الله بأن يتنازل عن التمثيل في الحكومة المقبلة، كما أكد ذلك على ما يبدو الوزير جبران باسيل الذي أكد بأنه مستعد لأن يكون خارج المعادلة الحكومية المقبلة؟ هو قال أنه هو خارج المعادلة وليس تياره، قد يكون هو شخصيا خارج المعادلة. يعني أولا الأحزاب الموجودة اليوم في السلطة هي ذات وزن نيابي، تملك كتل نيابية كبيرة، ونحن نظام شبه برلماني. أي حكومة هي بحاجة لثقة مجلس النواب، هذا أولا. ثانيا صحيح هناك عنصر جديد دخل إلى المعادلة وهو الحراك، وهذا أمر لا يمكن إلا أخذه في عين الاعتبار وبقوة. وأنا أعتقد أنه صحيح، أنا أوافق ضيفك الكريم الذي قال أنه هناك قوة سياسية قد تكون فعلا لا تتعاطى مع الواقع إلا بعدة الماضي، هي تواجه المستقبل بعدة قديمة. ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب اليوم الموجودة في السلطة لا تمتلك قوة، لا تمتلك حضور شعبي، لا يمكن كذلك استئصالها. هذا كلام، يعني هذا كلام ممكن أن يقال في الشارع ولكنه كلام غير عملي. لأن هل حكومة التكنوقراط كلام غير عملي يا أستاذ محمد خواجة؟ هل ما يطالب به الشارع حكومة التكنوقراط كلام غير عملي؟ يا صديقي التكنوقراط، وكمان أنه حكومة لا يكون فيها أحد من الأحزاب كمان كلام غير عملي. نحن مع حكومة تكنو سياسية يوجد فيها رجال الاختصاص في بعض الوزارات التي فعلا تحتاج إلى أخصائيين، ويوجد فيها رجال سياسة من الذين مشهود لهم في الكفاءة. أنا مع أنه أن يكون هناك اليوم معيار لاختيار الوزراء من قبل كل القوى السياسية، والمعيار الأول أن يكون مشهود له بالكفاءة ومشهود له بنظافة الكف. ونحن في بلد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، من أسباب ما وصلنا إليه هو الفساد المستشري في على مستوى الدولة وحتى بجزء كبير من المجتمع. أستاذ محمد، أنا أوافق أنه نحن بحاجة، يجب أن نسرع في تشكيل الحكومة، لا نملك طرف الوقت، وهذه الحكومة يجب أن تكون حكومة عملية. والرئيس بري قال منذ أيام نحن مع أن يكون هناك تمثيل وزاري للحراك. أستاذ محمد قباني، هل الحل سيكون في حكومة تكنو سياسية كما يقول ضيفنا أيضا من بيروت؟ دعني أقول أن هناك مخالفة دستورية هامة. كان يجب الاستشارات النيابية مباشرة بعد استقالة رئيس الحكومة. لقد مضى على هذه الاستقالة الآن أعتقد 10 أيام على الأقل ولم تبدأ الاستشارات، وهذه مخالفة دستورية أساسية، ولعلها من أسباب الفساد التي يثور عليها الشعب في لبنان. دعني أقول لك أن عملية التغيير التي يريدها الشارع، وأنا أسمي الشارع اليوم يعني أنه شارع يقود انتفاضة مباركة، هذه عملية لا تتم بين ليلة وضحاها. هذه عملية تحتاج إلى وقت. ما هو هذا الوقت؟ تنتهي العملية بانتخابات نيابية تتم مبكرة، تتم خلال 6 أشهر. وقبل ذلك ماذا نقول للرئيس نبيه بري؟ نقول له استقل من رئاسة مجلس النواب؟ ماذا نقول للرئيس رئيس الجمهورية؟ استقل واترك البلد من دون رئيس جمهورية. يعني العملية تحتاج إلى 6 أشهر لتكتمل لدى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. والمجلس النيابي الجديد الذي من المفروض أن ينبثق من إرادة الشعب
المنتفض اليوم في عدة ساحات في لبنان، سواء في بيروت أو في طرابلس أو في صور النبطية أو في أي مكان آخر، في جونية، في الزو، هذا الشعب سينتخب مجلسا نيابيا جديدا خلال 6 أشهر، وبعد ذلك هذا المجلس النيابي الجديد هو الذي ينتخب رئيسا له، هو الذي ينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، وهو الذي يعني ينظم استشارات تؤدي إلى تكليف رئيس جديد للحكومة. فالعملية لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها. نعم، ولكن هناك أزمة اقتصادية يعني خانقة. أستاذ محمد خباني، هناك أزمة اقتصادية خانقة، هناك مطالب شعبية في الشارع، ربما ليس لدى اللبنانيين ترف هذا الوقت الطويل 6 أشهر أو أكثر لتشكيل هذه الحكومة. سأعود إليك أستاذ محمد خباني. الـ6 أشهر هي للاكتمال. نعم، دعني أذهب الدكتور ميشيل الدوهي. الـ6 أشهر هي لاكتمال التغيير. نعم، لكن يجب أن تشكل حكومة مؤقتة. نعم، خلال فترة أيام قليلة. لا بالفعل، يعني تشكيل هذه الحكومة المؤقتة حتى خلال أيام قليلة ليس بالأمر صريحة. السهل دكتور ميشيل دوهي، هل لبنان اليوم له رفاهية عدم الأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية والكتل السياسية الممثلة اليوم سواء في البرلمان أو خارج البرلمان؟ هناك توازنات تفرض نفسها اليوم في المشهد شأن أم أبينا. نعم، أنا بدي أقوله إنه في شيء كتير مهم حصل في لبنان. أول شيء الشعب اللبناني كمان مجددا قال لا ثقة في هذه الطبقة السياسية، فبالتالي نحن أمام أزمة كتير كبيرة. إنه 30 سنة من حكم كل هذه الأحزاب السياسية كلهم بلا استثناء، أوكي، قاعدين هني حاكمين البلد، وصلنا لأزمة اقتصادية مالية اجتماعية سياسية مخيفة. فبالتالي الطبيعي من الشعب اللبناني يقول لهم معلش يا شباب، صار وقت إنه تزيحوا على جنب ونجيب حكومة، ونجيب حكومة مستقلين تدير البلد. مش معقول ينطلب من الناس يلي هني كانوا سبب مباشر بالأزمة اللي وصلنا لها كمان يكونوا جزء من الحل. ما بتمشي هيك الأشياء. الشعب اللبناني صار إيش كتير منيح. أنا اللي بدي أقوله بهالمعنى كمان أكتر من هيك، الشعب اللبناني عنده وعي سياسي كتير متقدم. الشعب اللبناني ما عم يطلب انقلابات. الشعب اللبناني بيعرف شو يعني الآليات الدستورية، بيعرف شو وضع شو شغل مجلس النواب، وبيعرف شغل السلطة التنفيذية الحكومة، وبيعرف شغل رئيس الجمهورية. الشعب اللبناني عم يطالب الكتل النيابية اليوم الموجودة اللي هي جزء من السلطة انه تتحمل مسؤولياتها باللي صار بالبلد. نحن بدنا حكومة تنقذ البلد، وبدنا حكومة تعيد الثقة، وطبعا بدنا حكومة تباشر فورا بالاستعدادات لانتخابات نيابية مبكرة. أنا بقول مثل ما قال السيد محمد الباني يمكن 6 أشهر قليلة، أنا بقول بين 6 أشهر والسنة ممكن يكون مدخل لانتخابات نيابية مبكرة. بس ليش عم بقول انتخابات نيابية مبكرة؟ لأنه 2 مليون رجل وامرأة في هذا البلد يا أستاذ الكريم قالوا لا ثقة، أسقطوا الشرعية الشعبية عن كل هذه الطبقة السياسية كلها بلا استثناء. فبالتالي لازم نرجع للسلطات. بالدستور اللبناني أستاذ محمد الباني بيعرف، بالدستور اللبناني الشعب هو مصدر كل السلطات. لازم نرجع للشعب اللبناني لهو يقرر، لأنه الشعب اللبناني قال وبعده عم يقول وما لح يطلع من الشارع قبل ما يصير في تغيير جذري بالمنهجية العمل. هذه الطبقة السياسية صار وقت أنه ترتاح وتزيح وتاخد فرصة، وياخدوا الشباب والصبايا فرصة بإدارة البلد. أنقل ما بقى يتكمل بهالطريقة ولا بشكل من الأشكال. نعم، أنقل هذه النقطة للأستاذ محمد خواج. استمعت إلى دكتور ميشيل دوهي، إذا كانت هذه هي مطالب الشارع، إذا كانت هذه مطالب اللبنانيين أو نسبة كبيرة من اللبنانيين، بالتالي يعني أين هذه المطالب فيما يحدث اليوم من مشاورات وتفاهمات؟ إذا كان هناك إصرار على تسمية نفس الأسماء أو ربما نفس الوجوه لتقود الحكومة الجديدة. طب أنا بدي أسأل الدكتور ميشيل سؤال، جاهزين نروح على انتخابات مبكرة وفقا لأي قانون؟ اليوم الحراك عم بيقول نحن هذا النظام الطائفي، أو أغلب فصائل الحراك بتقول هذا النظام الطائفي ما عاد بدنا إياه. يا سيدي العزيز، المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة الطائفية السياسية. هذا هو اليوم النظام الطائفي هو سبب كل العلل، وهو حارس للفساد، وهو حارس للمديونية، وهي حارس للسياسات الخاطئة، وهو الحارس حارس لكل الموبقات التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم. أنا مع انتخابات مبكرة وفقا لأي قانون. القانون الذي حصلت الانتخابات بالعام بأيار 2018 أنا بقول لك من الآن هذا مرفوض من كتل كثيرة، وفي ذات الوقت هذا سوف ينتج ذات الطبقة السياسية وقد يحسن في المشهد قليلا.
فلنذهب إلى قانون الانتخاب الذي هو اليوم بعهدة المجلس النيابي، قانون لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى النسبية. أنا أعتقد هذا هو القانون الذي يفتح الباب تدريجيا. نعم. واضح من وباء محمد خواجه، واضح. نحن لا نتحدث من السابق للمدنية الحديث عن انتخابات مبكرة، دعنا نتحدث عن هذه الحكومة التي سيتم تشكيلها. فكرة مطروحة المطالب الشارع تقول بأنها يجب أن تكون حكومة تكنوقراط. ما سمعت أنا من كل اللي بالشارع بيقولوا أنه نحن بدنا حكومة تكنوقراط. ليش إذا في سياسيين شرفاء ليش ما بيكونوا ممثلين؟ مش ضروري من كتل النيابية ومن خارج الكتل النيابية. يعني هولا ممكن كل من يعمل هو يعمل في السياسة، كل من يعمل في الشأن العام هو سياسي، أكان في الشارع أو في الأحزاب أو في السلطة. ليش هذا التبسيط للأمور وكأنه هناك وباء اسمه وباء السياسة؟ نحن المشكلة أنه نحن كان هناك الكثير من السياسيين الفاسدين وكثير من السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. المشكلة ليست في موضوع تبديل الأشخاص، المشكلة بالتبديل النهج. وأنا أتمنى على الحراك، هذا الحراك الذي قد يمثل المستقبل لبنان، يجب هذا الحراك أن يأخذ دوره في الضغط لإعادة تطوير النظام، لإنتاج نظام بالتدريج، لإنتاج نظام سياسي جديد. نعم. نحن في لبنان لا يوجد انقلابات ولا يوجد ثورات بمعنى ثورات، لا يمكن. طيب. آخر شيء هذا التغيير الذي تقول بأن الشارع مطالب بفرضه ربما يبدأ بحكومة تكنوقراط. أعود إلى الأستاذ محمد قباني، يعني المطالبات بحكومة تكنوقراط بكفاءات منسجمة كما يقول البعض، ولكن تتم تسميتها من طرف الكتل السياسية. ما الذي سيتغير إذا كان هؤلاء التكنوقراط أنفسهم، إن كانت أو ستكون هناك حكومة تكنوقراط، ستتم تسميتهم من طرف يعني الكتل السياسية، ما الذي سيتغير؟ يجب أن يراعى في هؤلاء أن يكونوا إذا كانوا سياسيين أن يكونوا من السياسيين يعني أصحاب الكفاءة والنزاهة التي لا يرقى إليها الشك. يعني أستطيع أن أسمي يعني على سبيل المثال دكتور زياد بارود، هذا الرجل يحترمه الجميع، وهو كان وسبق أن كان وزيرا، وليس صعبا أن نجد يعني سياسيين من نفس النوع ويمكن أن يكونوا في حكومة انتقالية. الآن أود أن أعود وأكرر، لن تنتهي هذه العملية بين ليلة وضحاها، وأود هنا أن نعود إلى الجذور. فلنعود إلى اتفاق الطائف. اتفاق الطائف حدد أن لبنان يجب أن يكون فيه مجلسان، مجلس نواب لا طائفي ومجلس شيوخ طائفي يختار بدقة. فلماذا لا نعود إلى هذه الجذور ونستطيع تحقيقها خلال فترة كما قال الأستاذ محمد خواجه بين 6 أشهر وسنة؟ يعني الشعب ينتظر منا هذه التغييرات الجذرية، ويستطيع أن ينتظر 8 أشهر أو 9 أشهر، شرط أن نكون قد بدأنا بالسير في هذا الاتجاه. الحكومة المنتظرة الآن قد لا تكون هي الحكومة المرجوة، لكن يجب أن تكون مقبولة من الشارع على الأقل، ثم تأتي الانتخابات لتكمل عملية التغيير السياسي. وهنا أطرح موضوع اتفاق الطائف والالتزام به كما ذكر، مجلس نواب لا طائفي ومجلس شيوخ طائفي. نعم. دكتور ميشيل دوهي، إذا كان هناك رفض لحكومة تكنوقراط أو حكومة تكنوسياسية كما يقول البعض، بالتالي برأيك إلى أين ستتجه الأزمة؟ ما هي السيناريوهات يعني البديلة؟ في نفس الوقت الشارع لا يزال رافضا لحكومة سياسية ممثلة بالكتلة السياسية أو بالمشهد السياسي الحالي. يلي واضح كمان مثل قلته بالأول أن سلوك السلطة السياسية اليوم فيما يتعلق مباشرة بهذه الأزمة الكبيرة وانتفاضة الشعب اللبناني من الشمال إلى الجنوب، بعضه تحت المستوى، بعضهم بيتصرفوا بسلوكيات كانوا يتصرفوا فيها بتشكيل الحكومات ما قبل 17 تشرين. هذا الشيء ما بقى يمر على الشعب اللبناني، صارت اللعبة مكشوفة. الشعب اللبناني اكتشف منظومة الحكم والفساد في هذا البلد، ما بقى في شيء مخبى. فبالتالي الشعب اللبناني مش هاوي انقلابات، وبيعرف وبيدوزن وبيعرف يخيط بالسياسة إلى حد ما، لا يعرف شو مسموح وشو غير مسموح. الشعب اللبناني كان عنده
مطلبين أساسيين، إسقاط الحكومة وإسقاطها بالشارع، وهذا حق شرعي له بالدستور موجود، ومطالب كمان بحكومة من المستقلين، فيها تكون تكنوقراط فيها ما تكون تكنوقراط، بس من ناس أوادي. بلدنا صغير يا أستاذ الكريم، كلنا بنعرف بعضنا. مطلوب حكومة إدارة أزمة، هذه الحكومة إدارة الأزمة لإعادة الثقة ليرجع الاقتصاد اللبناني يتنفس. في مشاكل اليوم بالبنوك، في مشاكل على الطرقات، في فقر، في 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 يعني في كمية أزمات يعني ممكن قنبلة اجتماعية تفقع بهالبلد، والمسؤول الأول عن الشغلة هي السلطة السياسية آخر 30 عاما. كلهم صوتوا على هذا القانون الانتخاب السيء مع الصوت التفضيلي، يلي هو يا أستاذ الكريم بيرد الناس على انتماءاتها الأولية. الصوت التفضيلي يعني عفوا الواحد بيصوت لعائلته أو لطيفته أو لمذهبه أو إلى بدل مدينته إلى ما هنالك. فبالتالي طبعا مطلوب، طبعا مطلوب، بس اخر فكره، طبعا مطلوب انتاج قانون انتخابي جديد، بس هذا القانون الانتخابي الجديد بده يشتغل عليه بهدوء وبرواء. هلا مش وقتها، هلا وقتها اعاده الثقه لنهدي الوضع في لبنان. الشعب اللبناني بده تهديه الوضع، بس بده يهدي الوضع مع ناس له ثقه فيهم، لانه واضح انه ما له ثقه بطبقه سياسيه عمرها 30 سنه ما خلت مؤسسه بهالبلد الا مفضطها. اعود الى محمد خراجه بسؤال سريع، انتهى وقت البرنامج للاسف. هل الحكومه العتيده المراد تشكيلها هذه باي صيغه ستكون وفق وجهه نظركم حتى تستجيب لتطلعات الشارع؟ المهم ان نشكل الحكومه اليوم وفق شرطين، الكفاءه والنظافه، وهذه بتعيد الثقه. المشكلة الأساسية أنا أعتقد اليوم في بلادنا فقدان الثقة ما بين الشرائح الحاكمة وبين أغلبية الشعب اللبناني. كيف نستعيد ثقة اللبنانيين؟ نستعيدها من خلال العمل. نحن مع حكومة برنامجها واضح وتكون في حالة طوارئ، حتى أنه يكون مجلس الوزراء يمكن أن يعقد جلسة أو جلستين في اليوم، وبنفس الوقت البرلمان يكون في حالة انعقاد دائمة. شكرا. نحن يوم الثلاثاء سوف نقر عدد من القوانين. نعم. التي يطالب بها شباب الحراك في الشارع. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد خواجة، نائب في البرلمان عن كتلة التنمية والتحرير، كما أشكر أيضا الدكتور ميشيل دوهي أستاذ العلوم السياسية، والأستاذ محمد قباني نائب السابق في البرلمان. كنتم معنا جميعا من بيروت. الشكر موصول أيضا لمشاهدينا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.